الرحيم. اليوم لا سيري دو ميليسا، لي ديليس دو ميليسا كاين هنا. جبت لكم وصفه تاع واحد الاكله شعبيه، هي اكله سريعه شعبيه، مع الوقت ولات يعني اكله معروفه في العالم كامل، اللي هي الشاورما. انا اليوم جبت لكم طريقه اعداد شاورما يعني باصول تركيه، على الطريقه التركيه، على خاطر الشاورما هي اصلها تركي، الاتراك هما اللي خدموا الشاورما وماشي السوريين. الوغ انا اليوم جبت لكم الطريقه هذه، يعني هي تعتبر طريقه احترافيه، كي تاكلوها كيما الشاورما اللي تاكلوها عند السوريين اللي راهم يعني متواجدين في بلادنا، ولا كي تاكلوها عند الاتراك كيف كيف راهم متواجدين في بلادنا. المهم انا نجوز في الطريقه هذه تاع الشاورما. لازم نوجدوا المرحله الاولى اللي هي اعداد خبز الشاورما، اللي هو التورتيلا، خبز التورتيلا. باش نوجد هذا الخبز لازم لي 500 غرام تاع الفرينه، كيل 500 غرام فرينه، ولازم لي كوب تاع 250 مليلتر تاع الماء، لازم لي 90 غرام تاع زبده، ا بو بري اكزاكتومون 6 قطع تاع زبده. هذا الخبز ما يجيش بالزيت، يجي بالزبده. راكم رايحين تشوفوا الفرق. انا قلت لكم نجيب لكم خبز تورتيلا، يعني على قاعده تاعو تركيه. لازمنا كذلك خميره تاع الخبز، لازمنا مغرفه تاع خميره تاع الخبز، مغرفه كبيره تاع العشاء. لازمنا الملح كذلك، ملعقه كبيره تاع الملح، ونعجنوا هاد العجينه خلوها تريح، راح نوجدوها كيف كيف. هادو يعني فقط بالنسبه للمقادير تاع خبز التورتيلا. نروح للمقادير تاع الشاورما. انا عندي هنا كميه تاع الشاورما قطعتها، شاورما ولا قطع الدجاج، صدر الدجاج. الوغ هنا عندي كميه تاع ديك الرومي، يعني لا دانت، لي سكالوب دو دانت، نقطعها هكذا بالطول، هاكو تشوفوا نقطعوها بالطول. لازم لي كذلك حشيش، كميه تاع الحشيش، كميه تاع المعدنوس، لازم لي فصوص تاع الثوم، 6 فصوص تاع الثوم كيما راكو تشوفوا. لازم لي هنا حبه طماطم نقطعها مكعبات، نقطعها دي مورسو ما يهمش، حبه اون طوماط فريش، ولازم لي حبه بصل كذلك مقطعه مكعبات، لازم لي زوج ورق تاع الرنت، ولازم لي شويه ورق تاع النعناع. فوالا. لازم لنا كذلك لهاد الشاورما كما قلت لكم على الطريقه التركيه الاصليه، لازم لنا قشور تاع نص حبه تينا، نص حبه اون اورانج، اون دومي اورانج، القشور تاع نص حبه، كذلك نص القشور تاع نص حبه قارص، ولازم لي نص حبه تينا حنعصرها، يعني عصره تاع عصير تاع نص حبه تينا، وعصير تاع حبه قارص، عصره العصير تاع حبه قارص. هادوما نزيدو نكملو دركا، نجوزو لي زيبيس. الوغ لازمنا بيان سور الملح، لازمنا الفلفل الكحل او الفلفل الابيض، لازمنا الكمون، عندنا الفلفل العكري، عندنا جوزة الطيب، عندنا سكنجبير، وعندنا ما نساوش هنا وحده ياغورت ناتور، ياغورت طبيعي. هادو هما، وكذلك لازمنا الكسبر، كسبر ملحي كيما راكو تشوفو. الوغ هادو سي لي زيبيس تاع الشاورما. معروفه الشاورما بلي فيها بزاف لي زيبيس، انا جبت لكم هاد لي زيبيس، هاد الطريقه تبعوني باذن الله راحين تنجحوا في هاد الشاورما، ويعني تاكلوها تعجبكم، وتقولوا بلي صنعناها بطريقه احترافيه، يعني عملناها دو فاسون بروفيسيونيل. الوغ نبدا في الطريقه. الحاجه الاولى واش ندير، انا حنحكم الروبو تاعي الميكسر، الوغ نحكم الميكسر تاعي، نحكم
النعناع تاعي نحطه هنا هكذا. نحكم الطماطم نحطها اللي قطعتها، قلت لكم حبه طوماطيش قطعوها. نحكم حبه بصل تاعي تانيك نحطها نقطعها هنا. الرند هذا نخليه مازال ما نهضمش به. ونحكم هاملك 6 تاع فصوص تاع الثوم تاعي نحطهم كذلك. نحكم التشينه هذيك نعصرها، قلنا عصير تاع نص حبه تشينه. نزيد العصير تاع القارص شاورما تحب بزاف القارص، دايوغ كي تاكلوها عندي يعني اهل الاختصاص تاعها عند الاتراك ولا عند السوريين تحسوا بهذاك الطعم تاع القارص. هنا هنا راني حطيت هاد المقادير كما شفتوا. نغلق على هاد البادون ونزيد نحط كذلك المعدنوس والحشيش. انا درك راني حنحي هاد المكونات نعاودولي لكم باش ما نديروش الحس جوست ابري هاد لابوز. الوغ فوالا هاوليك الخليط اللي تحصلت عليه كي رحيت. هادوك المكونات تاعي نحكم هكذا ان ريسيبيون ونفرغ هذاك الميلونج اللي تحصلت عليه نفرغو في هاد الريسيبيون. هاد الشويه اللي تقعد نزيد لها قطره ماء باش ما نضيعهاش. فوالا يعني شويه هكذا باش ما نضيع والو. نحكم فورشيت هكذا نخلط هاد الميلونج. عفوا انا نقرب لكم هنا شويه باش تشوفوا كلش. الوغ نعاود نحكم هذاك الميكسر تاعي نقص فيه شويه برك تاع الخليط، جو دي بيان غير شويه هكذا. ودركا نحط له بالعاني خليت القشور تاع القارص والقشور تاع البرتقال نخليهم هما الاخرين باش كي نلحيهم دركا يعطيوني لا سافور تاعهم تخرج تبان. دونك ما نخلطهمش في الاول، نخلطهم هنا في لافان جوست مع هذاك لو ميلونج. دركا نزيد نعاود نلحيهم ونعاود نضيفهم لهذاك الخليط. هنا الريحة الله الله راهي تطلع، ريحة القارص وريحة لورانج. سي بوغ سا لي قلت لكم نخلوهم هما الاخرين باش نحافظو على لاسافور تاعهم تخرج لنا باينة بزاف. ونفرخهم مع هذاك الخليط تاعي. ودركا نزيد تاني قطرة ما كيما قلت لكم باش ما نضيع والو. ودركا نحكم هاد الخليط نفتت له وحده مكعب تاع مرق الدجاج في
باسكو حنا نخدمو بالدجاج ولا بالاسكالوب تاع لادنت فوالا. ونبدا هنا نهبط هادوك لي مورسو تاوعي تاع الاسكالوب اللي كنت قطعتهم من قبل كيما قلت لكم بالطول، شرائح بالطول. عفوا نحاول باش نقرب لكم مليح الصوره. هلا هاد الشاورما صدقوني تجيكم بزاف بنينه وتعطيكم انغو يعني اكسبسيونيل. هنا نزيد لها حبه تاعي تاع ياغورت ناتشور، نخلطها شويه. هلا هنا دركا نبدا ندير لي زيبيس تاوعي اللي قلت لكم عليهم. هامليك عندنا الكزبر، حطي مليح الكزبر، حطي فلفل الكحل ولا فلفل الابيض صديبون باش تخدمو. نحط جوز الطيب هكذا يعني مغافة صغيرة، جوز الطيب يفوقا تكثرو بزاف منها. نحط سكنجبير، جنجومبر، ديرو هكا مغرفة صغيرة. ونحطو الكمون، ندير مغرفة صغيرة كذلك. ونحط فلفل عكري كذلك مغرفة صغيرة، كلش مغرفة صغيرة مغرفة صغيرة. ونحط شوية تاع الملح، ما نكترش على خاطرش درت مكعب تاع المرق. ونحط هنا الورق تاع الرند، كاين اللي يحبوا يحطوهم هنا في الخليط، كاين يحبوا يحمصوهم في المقلاة ومن بعد كي نطيبوا هاد الاسكالوب راح نشوفوا بلي يتحمصوا مع الرند. انا جو بريفير كيما حبيتوا، تحبوا تحطوهم دركا، انا جو بريفير نحمصهم في المقله قبل ما نهبط هذا الخليط يطيب فيه. الوغ درك انا نخلط كاع هذا الخليط تاع الشاورما ولا الخلطه السحريه تاع الشاورما، يعني على اصولها قلت لكم على الطريقه التركيه. نخلط مليح، تعرفوا واحد لي زوبدور راهم يطلعوا واحد لي سافور فريمون، يعني حتحسوا بهم نهار تجربوهم ان شاء الله. ديروا الوصفه هذه وشوفوا الفرق بين واش كنتوا طيبوا من قبل وبين هذه الوصفه. الوغ انا هذه الوصفه دركا حنغطيها بورق بابي فيلم، جو لا كوفرير ونخليها تريح في الفريجيدار، نخلوها على الاقل على الاقل هذه لما قعدتش تقعد زوج سوايع، واللي عنده الوقت يقدر يديرها بليله من قبل يخليها تريح سي انكور ميو، كل واحد والظروف تاعو. اللي مزروب يقدر يخليها زوج سوايع. انا الخلطه هذه نحطها في الفريجيدار تريح، من بعد نوري لكم واش نديرو. دوكا ندوزو نوجدو الخبز تاع التورتيلا. الوغ انا دركا نجوز طريقه تحضير قلت لكم خبز التورتيلا. كما قلت لكم قبل لازم لي 500 غرام فرينه، 90 غرام تاع زبده، ما يعادل 6 مكعبات هكذا تاع زبده فوالا لا مارغرين. لازمني ملح، مغرفة كبيرة تاع الخميرة، وكاس تاع ماء دافي يرفد 250 مليلتر. الوغ الحاجة الأولى نحكم 500 غرام تاع الفرينة تاعي، نحطها نصيرها نغربلها، وهاد الخطوة تخي امبوغتونت، لازم تغربلو الفرينة تاعكم. يفو فغيمون سويفغ لي زيتاب باش تنجحو فيها.
تغلب الفرينه نشوفوا الزوائد اللي نتحصلوا عليهم. هادوما سا ديرونج لا بات تاعنا باش نتحصلوا على عجينه شابه وليس. الوغ واش ندير؟ ندير الملح، ندير هكذا قيس مغرفه كبيره تاع شا ولا زوج مغارف تاع قهوه كيما تشدو. ندير نخلط هذاك الملح بيان سور مع الفرينه، وندير هذوك لي مورسو تاع الزبده 90 غرام تاع الزبده ولا 6 مكعبات كيما قلت لكم. نبسس مليح لافارين تاعي بهذيك الزبده، ندخل مليح هذيك الزبده في لافارين هنا، ونزيد مغرفه كبيره تاع الخميره الفوريه لا ليفور انستونتاني، نخلط مليح هاد المكونات. انا جبت لكم لي زانغريديون تاع هاد الخبز، يقولوا له خبز التورتيلا على الطريقه التركيه تاع الشاورما. تربوه وراح تحصلوا على ساندويتشات تاع شاورما، يعني تري فريمون من ألد ما يكون. دركا نبدا نزيد هذاك الماء. انا عندي كاس بصح على حساب الفرينه، كل وحده والفرينه، كاين فرينه اللي تشرب الماء كاين ما تشربش. الوغ نروح بالعقل ونشوف. هكذا نمنح لاباط تاعي، نزيد نكمل هذاك الماء ونلم لاباط حتى نتحصل على عجينه ما تكونش طريه، تكون شاده روحها مليح باش نقدر نعجنها. لاباط هذه راح نعجنها مده 10 دقائق، ندلكها مليح. اللي يحب تعجنها في لو بيتران يا با بروبليم، تعجنها مده 5 إلى 10 دقائق. اللي حبت تعجنها بيدها كيف كيف يا با دو بروبليم. المهم الخبز هذا لازم يتعجن. الوغ انا نلم مليح العجينه تاعي، انا عجنها قلت لكم واحد 10 دقائق، ولكن شوفوا العجين يفو با تقطعوها، تدلكوها برك هكا وتلمو، ماشي تروحوا تقطعو لا. شوفوا العجين كيفاش نعجنوها، انا حبيت نصور لكم طريقه تاع العجين تاع اليد على خاطر كش من قبل كنا نصورو نعجنو في البيتران، معليش حنا اليوم نورو اللي ما عندهمش البيتران. نكمل هكذا، راني وريت لكم كيفاش تعجنوها. انا باش نعجنها مده من 5 دقائق حتى 10 دقائق حتى نشوف لاباط تاعي ولات ليس. ثم نغطيها بونزين بابيي فين، نخليها تريح مده 15 دقيقه.
ان كار دور لازم تكون مغطيه بالبابيي فيلم، تريح ليه 15 دقيقه باش تخمر شويه، ومن بعد نوريكم كيفاش نشكلوا قريصات ولا لي غاليت تاعنا تاع التورتيلا تاع الشاورما تاعنا. شوفوا كيفاش العجينه بدات تتبدل ولا تليق ليس، ولات القوام تاعها تبدل. بون انا باش ما نطولش لا فيديو نكمل العجين ونعاود ان شاء الله. الوغ هنا نعاود، راني فاتت مده تاع زوج سوايع على الشاورما تاعي اللي خديتها تريح. واش ندير دركا؟ نوريكم الطريقه. حكمو كسكاس حطو تحتو ان ريسيبيون، ونحكم هذيك الشاورما نهبطها كامل هذاك الكسكاس باش يستقطر من هذوك المكونات، يعني تقعد لي الشاورما تاعي ناشفه. حب يقول حيهبطوا هذوك السوائل برك. نحطها هكا في الكسكاس ونحرك تحريكه خفيفه هكا جوست هكا، ونخليها تقعد هكا تريح لو طون لي نحط المقله تسخن ونطيبهم. الوغ انا نخليهم هكا يقطروا ان بون مومون، ومن بعد نشوفوا كيفاش نطيبوهم. الوغ دركا الخبز تاعي، هاي ليك العجينه تاعي، نروح دركا نوجد الخبز تاعي تاع الشاورما. هاي ليك العجينه خمرت ليك وريحت كما قلت لكم، خلوها 15 دقيقه، 15 دقيقه تكفيها. نزيد نلمها شويه هكذا، شوفوا كيفاش ولات العجينه تاعي ليس شابه. الوغ انا دركا واش ندير؟ جو ديكوبي دي مورسو هكا. نبدا نخدم بالوحده، نبدا نفرز شويه فرينه ونحل الخبزه تاعي التورتيلا تاعي. نحلها نحلها رقيقه، يعني تجي واحد 2 مليمتر. نحلها مليح رقيقه، نجيب غطا نحطو هكا باش نقدر ندور عليها. كي نقطع الخبزة تاوعي يجيب لي كامل قد قد. يعني هذه سيتي ناستيس نوريها لكم باش الخبزة تاعكم ما تجيكمش وحدة كبيرة وحدة صغيرة، يجيو كامل كيف كيف. هاي ليك الخبزه تاعي الاولى، نحط المقله تسخن ونوريكم كيفاش نطيبوها. الوغ هاي ليك المقله هنايا راهي سخنت، نحطها ندهنها بقطره تاع الزيت نمسحها، ونجيب الخبزه تاعي نحطها طيب.
عليك خبزة، وكنقعدو النار هايلك يعني ناقصة، ماشي قوية بزاف، ماشي ناقصة بزاف، ماشي يعني ناقصة شوية، ماشي متوسطة. ونقعد نحرك في الخبز تاعي ونقلبو كيما هكا، شوفوا كيف كيف. نبدأ نقلبها. هذا هو حتى تحصلوا على خبز تاع الشاورما، يعني تاع الاتراك والسوريين. هذه سي لافري روسيت تاع بان شاورما ولا تورتيلا تاع الشاورما. ونقعد نحركها كل شويه ونقلبها. نحركها بهذه البسباتشيل كما راكم تشوفوا هكا، يعني راكم تشوفوا بلي هذا الخبز يتشبه بزاف الخبز هذاك اللي نشريوه في لي ساشي تاع السوريين، وفي المذاق بوكو بلوس كي تذوقوه رايحين تشوفوا بلي يعني هو نفسه. انا نكمل هكذا نحركها بشويه. هاي ليك الخبزه راهي طيبه. واش ندير؟ نحطها انا دوك، راح ندير واحد اخرين نديرهم شويه كبار على هادو باسكو جاتني صغيره راني نشوف درك. واش ندير هكذا؟ نخليها تبرد غير شويه ونغطيها بطرشونه نظيفه، جست ما تبرد شويه ونغطيوها. لازم تغطوها، مي خلوها تنحي برك شويه هذيك السخانه تاعها. انا نكمل الخبزات اللي قعدوا درك، نوريكم طريقه تاع الشاورما كيفاش نديروها. الوغ هنا انا حطينا شويه تاع زيت مع زوج وريقات تاع الرز، خلينا المقله تاعنا سخنت مليح، نقوي النار، نحكم هذاك الميلونج تاعي اللي كنت حطيته في الكسكاس، ونبدا نرفد القطعة تاعي تاع الشاورما ونحطهم هكذا. هاني واحدة مليحة راهي تطلع وتنطلكم، لازم تسييوها وتشوفو. يقعد مليح ونحرك بشوية طنطون، لازم تقعدوا تحركوا فيها، خلوها هكا شغل تتشوى وتحركوا دي طنطون ترطب. الوغ هامليك هنايا الشاورما تاعنا راهي طابت كيما راكم تشوفوا. قطعت شلاضة طوماطيش هكا اون بتي دي، وعندي بطاطا الفخوماج حطيتها قدامي. شاورما تاعي هامليك حطيتهم هنايا قدامي وفرشتهم بالوحدة وعمرتهم، درت دي فخوماج، حطوا دابوغ دي فخوماج ايطالي، حطوا وريقات تاع شلاضة هاي ليك كيما وريتلكم، حطوا لا طوماط مقطعة اون دي، وتحطوا الشاورما هكذا تبان لكم مليح هاي ليك شوفوا كيفاش. وتزيدوا تحطوا لي فخيت، هامليك لي فخيت طيبوهم. الوغ تعمروا الساندويتش تاعكم ماشي يعني كيما ماشي حتى نقول لكم كيفاش تعمروا، هذيك كل واحد لوكو تاعو، كاين يحب يدير لا مايونيز، كاين يدير غير فخوماج، كل واحد كيفاش. وتبقوا الاسكالوب تاعكم تشدوها افيك ان كوردون وتاكلوها بالصحه والهنا. نتلاقاو في طبق تقديم كي نحطوا اطباق، كي نحطوا شاورما ان شاء الله.
Alors, là, les escalopes, les sandwichs, donnent leur papier aluminium pour les gens qui ont la presse, les chips pressés ou les sandwichs. Ils peuvent le dire comme ça, dans l'aluminium. Ils mettent le maqla سخونة تسخن ويبريسيو هكا بالطيوه يركزوا جوست ميم با هكا بر كيك سكوند وينحوهم يقلبوهم ويديروا لوتر كوتي هكا هذه تسمى سيستيم استيس بور لي جون اللي ما عندهمش باش يبريسيو لي ساندويتش تاعهم فوالا ما نطولوش باسكو يسخنو تمتم راهم بيان انفلوبي في البابي الومنيوم الوغ هم ليك لي ساندويش تاعنا بعد ما اون لي زابريسي كيما وريتلكم دونك هم حطيناهم لي يحب ياكل يجيب لي القاع السخون انا نوريكم كيفاش يجيو لداخل فوالا هاوليك فوالا كيما هكا وتقسموهم وتقدموهم تحبوهم بالصغار مام الكبار يعني أكلة خفيفة أكلة شعبية كيما قلت لكم أصلها تركي كان يقولوا أصلها سوري هاكو تشوفوا كيفاش جاو معمرين وانتو ما عمرهم كيما حبيتو هذيك كيستيون تاع كل واحد الذوق تاعو انا نقول لكم سيتي شاورما على طريقه تركيه اذا عجبتكم لا فيديو ايمي لا فيديو ابوني فو سور لا شين يوتيوب ميليسا كاهينا رجوني نو سور لو جروب ديليس ميليسا كاهينا نقول لكم ديروهم جربوهم صحتكم ان شاء الله و على بروشان ان شاء الله بسلامه